دور الصحفي اليوم هو تقصي الحقائق، لأنه مع الكمية الهائلة للمعلومات المتوفرة عبر الشبكة، مع إمكانية وصول أي شخص لكل هذه المعلومات، نظن أن البحث عن الحقيقة وتقصي النزاهة والشفافية هو دور الصحفي اليوم. هذا من جهة. من جهة أخرى دوره أيضا أنه يبحث عن المعلومة المفيدة حتى تكون في متناوله أهم المعلومات بالنسبة للثقافة، بالنسبة للتاريخ، بالنسبة للشخصيات الوطنية، خاصة بالنسبة للشباب، بالنسبة للأطفال كذلك، ليستعملوا اليوم الأنترنت بشكل مكثف، وللأسف نجدهم دائما على صفحات أجنبية. المعلومات التي توصلهم ربما في أغلب الأحيان ملوثة بمعلومات غير مفيدة، بمعلومات مغالطة. دوركم اليوم كصحفيين هو البحث عن المعلومة المفيدة والبحث عن المعلومة الحقيقية.